اكتشاف جديد للآثار هنا في الأنبار بعد عثور فلاح على قوارير فخارية في أثناء حرثه الأرض. UTV رافقت مفتشية الآثار إلى هذا الموقع بعد بلاغ صاحب الأرض عنها لنسجل وجود عدد من الثغور الإسطوانية تبين أنها لقبور تعود إلى حقبة ما قبل الإسلام بحسب مفتشية المحافظة. تبين أن مقبرة أثرية قديمة تم استيحاء هذا الأمر من خلال طريقة الدفن اللي مدفونين بها، بحيث أن طريقة الجرار الفخارية تنطينا انطباع أنه هذه المدافن هي قديمة وقبل الإسلام بالتحديد. لم يتبين لحد الآن الفترة الزمنية التي تعود لها هذه المقبرة. يقع الموقع جنوبي الطريق الرابط بين بغداد وعمان وعلى يمين نهر الفرات في منطقة مكشوفة ضمن قضاء الحبانية، وهو ما دعا هيئة الآثار إلى تشكيل فريق فني يأخذ على عاتقه حماية الموقع من العبث حتى إكمال الفحوص الخاصة به. تم تحديد الموقع ومحرماته بالإضافة إلى أخذ تعهدات من قبل السكان المجاورين بعدد المساس بالموقع أو التقرب منه لحين استكمال الإجراءات الفنية. سيتم مطالبتها بتسييد الموقع حفاظا عليه، بالإضافة إلى تعيين حراس للموقع من أجل حمايته من أي عبث قد يحصل عليه. أكثر من 400 موقع أثري في الأنبار تم تحديده في عموم مدن المحافظة، فيما يتوقع ضعف هذا الرقم فيما إذا انطلقت حملات استكشافية وتنقيبية. نبيل عزام، UTV، الأنبار.